الحرام نسخ الشرائط الدينية أو الفيديو أو السي دي طبعا حرام، لأن علشان هيئة من الهيئات تنتج السي دي أو تنتج الشريط أو تنتج الفيديو بتصرف كتير على بال ما توصل لدي، تيجي أنت تروح واخدت على الجاهز كده وتنسخ منها، دي اسمها حتى الحماية الفكرية للمصنفات الفنية أيا كانت، بالصوت بالصورة، لكن أنت تاخد شريط وتنسخه كده الكلام ده مش صح. بسم الله والابن الروح القدس والإله الواحد أمين. فكرة الأفلام الدينية فكرة رائعة، بدأت منذ سنوات قليلة مضت وعملت تأثيرا عظيما في بيوت المؤمنين المسيحيين خصوصا بين الشباب والأطفال. ونحن الآن نقدم لفيلم جديد عن قديس معاصر هو قمص إبراهيم البسيط، كاهن كنيسة القديس العظيم ماري مرقس الإنجيلي بقرية بني صامت، وهي قرية تقع شرق النيل تابعة لمركز بني مزار. ولد أبونا إبراهيم سنة 1885 وتنيح سنة 1972 عن عمر يناهز 87 عاما، بعد أن خدم خدمة مؤثرة ما زال تأثيرها باقيا بين الشعب حتى الآن. شاهدنا قبل ذلك أفلاما كثيرة لشهداء وقديسين من الأساقفة والرهبان، ولكن ميزة هذا الفيلم أنه يقدم حياة كاهن متزوج ويعول أسرة كبيرة وعيش وسط العالم بكل مشاغله ومشاكله، ولكنه ببساطة إيمانه وسلوكه الطاهر حفظ نفسه بلا عيب في هذا العالم وجاهد لكي يعيش نقيا وأمينا، وكلل الله جهاده بالنجاح حتى وصل إلى حياة البر والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. نشكر كل من له تعب في هذا الفيلم، راجين له رواجا، وراجين لكل من يشاهده منفعة روحية لنفسه، وأن يكون سبب بركة لكل بيوت المسيحيين. بصلوات أبينا الطاهر صاحب القداسة البابا المعظم لأن شنود الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا أثناسيوس أسقف بني مزار والبهنسة الذي تقع قرية بني صامت التي عاش فيها أبونا إبراهيم في حدود برشيته، ونعمة رب تشملنا جميعا لإلهنا المجد في كنيسته الأبد أمين. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يسرني أن أقدم هذا الشريط عن حياة أب المبارك وهو القمص إبراهيم البسيط. إن السيرة العذرة للآباء لا يمكن أن تطويها الأيام ولا السنون، بل تظل عالقة بأذهان الكثير من المؤمنين. إن فمي ولساني يعجزان عن إيفاء الأب الفاضل القمص إبراهيم البسيط حقه من تبجيل وكرامة، فقد كان القمص إبراهيم البسيط بين شعبه أيقونة حية سمائية، وقد طلب منه القديس ماري مرقس الرسول في رؤيا الليل أن يبني له كنيسة في بني صامت، وبناها وحاليا يخدم فيها حفيده القس إبراهيم وأيضا القس موسى. وقد كان القمص إبراهيم سفيرا عن السماء، كما كان مدرسة روحية نتعلم منها قوة العشرة مع الله. أترككم يا إخوتي لتتعزوا بسيرة شخصية سماوية
عاشت في عالمنا ووصلت إلى أحضان السماء. كما لا أنسى أن أشكر كل من له تعب في هذا العمل الجليل، بصلوات صاحب الغبطة والقداسة أبي الحبيب قداسة البابا شنودة الثالث أدام الله حياته لنا لمجيء السيد المسيح على السحاب آمين، وشريكه في الخدمة الرسولية أبي ومربية نيافة الحبر الجليل الأنبا متاوس أب ورئيس دير العذراء السليان، ولإلهنا المجد والكرامة والعز والسجود للأبد آمين. الحقيقة أنا في حيرة شديدة، منين أبتدي سيرة حياة أبونا إبراهيم البسيط زي الحيرة اللي مريت بيها وأنا بكتب كتابي عنه؟ إحنا نحب نعرف معجزات أبونا إبراهيم، أنا سمعتها قبل كده من أبوي وجدي، لكن نحب نسمعها من حضرتك. حياة أبونا إبراهيم البسيط في حد ذاتها معجزة، علشان كده معجزاته وعجائبه ما تتجزأش أبدا عن حياته. احنا عاوزين نعرف عن أبونا إبراهيم البسيط كل حاجة. يبقى نبتدي من البداية. بصلوات قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث وشريكيه في الخدمة الرسولية الأنبا متاوس أسقف ورئيس دير السريان والأنبا أثناسيوس أسقف بني مزار والبهنسة، يسر كنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس بالزاوية الحمراء أن تقدم قصة حياة القمص إبراهيم البسيط، سيناريو وحوار دكتور نبي راغب، إخراج ماجد توفيق. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. والدي أبو قمص إبراهيم من مواليد 1885، وأنا كان لي أخ أكبر كان اسمه دوس القمص إبراهيم مولود سنة 1905 وتوفى سنة 1974، وبعد أخويا ده أمي جابت 6 بنات في بعض، وطبعا كانت زعلانة ومتألمة إنها جايبة بنات في بعضيهم. في يوم من الأيام زي ما حكالي والدي في واحد سايح دخل عندهم البيت في آخر النهار، وصبح في الصبح ما لقيناهش مشي كيف ما نعرفش، وبعد كده ربنا أعطاني أنت. وأبونا إبراهيم كان لهم معجزات كتيرة مع الناس كلها، أذكر منها مرة إن إحنا كنا ناويين نشتغل في الكنيسة ومعناش فلوس، فظهر ليا في حلم وأنا نايم قال لي يا ابني خد الجنيه ده واشتغل في الكنيسة وربنا هيديكوا وربنا هيوسع الكنيسة، وفعلا اشتغلنا وربنا عطى والكنيسة وسعت. مرة تانية سنة 1968 كان عندي حصوية في الكلى الشمال، ورحت لدكاترة كتير منهم اللي قال لي انت لسه صغير في السن وهنقعد نعمل لك العملية يمكن نحتاج نحوش الكلوة بلاش خليك بتحمل الألم وبس. بعد اسبوع تعبت وابتدأت العملية تنزف نزيف من الكلى، وكان نزيف كتير كان ينزل في المثانة ويكبر زي الكبد ويعمل زي النار، وكانت حالتي سيئة. قعدت بالحالة دي 15 يوم ما كنتش اما نام ولا اشوف النوم وتعبت خالص، لغاية ما الدكتور خد مني عين الدم عشان يجيب لي نقل دم. والمرحوم ابونا ابراهيم كان في الصيام الكبير كان يصلي السبوع كله طبعا ما فيش عنده فضل، ويجيني يوم الجمعة كل يوم جمعة كان يجي يبيت في بنسويف يزورنا ويطلع يبيت عند ناس أحبائه. وفي يوم من الأيام جال جيني أعاني من التعب تعبان والتعب شديد والنزيف شغال وأنا مرهق مش أما نام، طبعا اتأثر وزعل ومشي. وفي نفس الليلة شفت أبونا إبراهيم جاري
وكأن جسمه امتزج بجسمي، يعني كأننا الاثنين بقينا واحد. بعد كده قمت في الصبح مش مشعر بالألم اللي كنت مشعور به، وابتديت بعد كده أنام وأنعس وارتحت من الألم اللي أنا فيه. دي بركة صلوات أبونا إبراهيم. لما كان ينام في أي مكان كان يصلي ويرسم الصليب في أربع جهات المكان اللي هو نام فيه، وكان يقول على هذا البيت صليب وصور من حديد، بركة الشهداء والقديسين ورئيس الملائكة ميخائيل. Oh,
بسيط في كلامه بسيط في أدسته بسيط في سلامه كنت ملاك بتنور طريق ناس كتير وكنت دايما بتساعد كل فقير وعشان بسطك وصلاتك الرب لبى احتياجاتك بسيط من عالم غني كله حب ومعاني اتولد ابونا ابراهيم البسيط سنة 1885 طبعا حوالي لان تسجيل المواليد في الفترة دي ما كانش بالدقة الكافية كان اسمه اسكندر قبل رسامته على كنيسة العذراء في قرية المناهرة في بداية الصوم الكبير سنة 1928 كان وقتها بيشتغل في الرعي والصباغة وفي بداية القرن العشرين انتشرت الأمية انتشار كبير جدا علشان كده أبونا إبراهيم البسيط لا راح مدرسة ولا كتاب لكن بعد رسامته وخلوته في دير الأنبا صمويل المعترف بالجلمون اتعلم الجراية والكتابة مش بالعربي بس لكن بالقبطي كمان كان اسكندر اللي هو الاسم الأصلي لأبونا إبراهيم البسيط في زيارة لقرايبه في قرية المناهرة وهناك جاب الرجل طيب قوي من أغنياء القرية اسمه المجد السعيد جمالك ايه ده ده قرب ليه جوم جوم حاضر يا مجدس جوم اقعد فوق اقعد يا اسكندر يا مجدس شوف يا اسكندر يا ولدي انت لا ليك في شغلانة الصباغة دي ولا شغلانة رعي الغنم الحمد لله يا مجدس سعيد ان ربنا انعم عليا بشغلانة اعيش منها وخلاص ما قلناش حاجة كله خير من عند ربنا لكن ربنا يا ولدي جعل لكل انسان في الدنيا رساله رساله ايوه يا خيب ده كلام كبير عليها جوه يا مجدس سعيد انا راجل غلبان وعلى قد حالي لما السيد المسيح اختار بطرس عشان يكون رسول وتلميذ له كان بطرس هيشتغل ايه صياد عظيم قوي والانبا شنوده رئيس المتوحدين كان عايش كان بيشتغل رعي هنا ما انت عارف كل حاجة هو على جد يا مجدس سعيد انت مبروك يا اسكندر يا ولدي ما تقولش كده يا مجدس ربنا يسامحني على الخطايا اللي وقعت فيه عموما احنا مش هنضيع الوقت في الكلام بكرة ان شاء الله هاخدك معايا نقابل الانبا توماس مطران المنية يا خبر يا مجدس انا عمري ما قابلت الناس الكبارات دول وحضرتك هتاخدني عند الانبا توماس ليه بكرة هتعرف كل حاجة طب ما تقول لي يا مجدس وتريح بالي انا كده مش هعرف انام الليلة دي انت عايز تفهمني انك انت بتنام الليل ما انا عارف انك انت طول الليل بتصلي كل الصلوات هقول ايه يا مجدس خلاص اللي تعوزه نمشيه على ابن الطاعة تحل البركة يا رب ارحم صنعة يديك انا مش عارف يا ربي المجد السعيد كان قاعد يكلمنا عن القديسين البركة دول ليه القديس بطرس الرسول ولما شنود رئيس المتوحدين ويا ترى المجد السعيد كان عايز ياخدني عند سيدنا ليه اختار لي يا رب انت الطريق الصالح والنصيب الصالح اللي يخدمك ويمجد اسمك القدوس معاك انا مش عاوز حاجة على الارض كل اللي انا عاوزه انك تديني القوة عشان اعيش بتعليمك في الدنيا وتديني النعمة عشان ارنم حوالين عرشك العظيم
في فردوس النعيم، وليك القوة والمجد إلى الأبد. آمين. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد. خطوة عزيزة مجد سعيد، بقالنا مدة ما شفناكش. ما نقدرش نتأخر عنك يا سيدنا، قلنا نيجي ناخد البركة. وابننا اسكندر أخبار ايه؟ أخبار يا سيدني عند المجد السعيد، هو اللي جابني هنا عشان أنول البركة. الله يباركك يا ابني. وانت بتشتغل ايه؟ بشتغل يا سيدنا في رعي الغنم وساعات في الصباغ. وبصراحة كده أنا جبته معايا عشان عايزين نرسمه كاهن عندنا. أنا هترسم كاهن؟ معقولة؟ أنا مستحقش. وأنت بتعرف تقرأ قبطي يا ابني؟ قبطي؟ ولا عربي يا سيدني. ما تأخذنيش يا مجد السعيد، أنا كده في غاية الحرج. هيقولوا رسمت كاهن لا يعرف يقرأ ولا يكتب. المجد السعيد يا سيدنا ما رضيش يقول لي هو جايبني هنا ليه، واني اول مره اعرف الحكايه دي دلوقتي. الكلام ده صحيح يا سيدنا. وليه ما قلتلوش؟ الحاجات دي ما فيهاش مفاجآت، كان لازم يعرف. بيت عليه مش مستعد اصلا يا سيدني. اعرفه من زمان، ده شاب مبروك وقته كله بيقضيه في الصلاه والتسبيح وخدمة الناس. ربنا يبارك ويزيده. بس حكاية القراية والكتابة دي بقدرش افوتها. انا بتجل عليك يا سيدنا من عشمي، ومتأكد ان نيافتك مش هتكسفني. انا اخدت قرار من يوم ما اترسمت على البراشية ان لازم الكاهن يعرف يقرأ ويكتب. يا سيدنا ما هو يتعلم بعد رسامته. انا قلت قبل الرسامة. إذا كان نيافتك هتكسر بخاطرنا يبقى مفيش داعي نتكلم خالص. وأنا مقدرش أكسر بخاطرك أبدا يا مجد سعيد. وعشان أثبت لك إن خاطرك كبير وغالي جوا عندي، أنا هتنازل عن قرية المناهرة لبرشيد بن سويف والبهنسي. عدم المخصة يا سيدني، أنا مش فاهم واصل. الأنبا أثناسيوس مطران كرسي بن سويف والبهنسي ما بيشترطش القراية والكتابة قبل الرسامة، لكن بيشترط على الكاهن انه يتعلم القرايه والكتابه في الدير في الخير والروحيه، وما يتسلمش الخدمه الا لما يوفي الشرط ده. مهما طال وقت الخير والروحيه، مهما طال، واذا جيب له الانبا أثناسيوس تبقى دي اراده ربنا. اللي فيه الخير يقدمه ربنا. اوعى تكون زعلان يا مجد السعيد. ما عاش اللي يزعل منك يا سيدنا، ده نيافتك الخير والبركه. مش كفايه انك هتتنازل عن المناهر اللي برشيد بن سويف والمهنسي؟ صلينا يا سيدي. وازاي الانبا توماس؟ بيسلم على نيافتك يا سيدنا. انا شايف ان مجرد تنازله عن قريه المناهر لبرشيد بن سويف والمهنسه دي اشاره من عند ربنا. اللي تشوفه نيافتك. اتفضل اقعد يا اسكندر يا ابني. حاضر يا سيد. يا اسكندر يا ابني، انت جاهز للمسؤولية الكبيرة دي؟ اذكرني في صلواتك يا سيدني عشان ربنا يساعدني. انا مسكين وغلبان وما عارفش حاجة. قوة ربنا في الضعف تكمل يا ابني. بمشيئة الرب هتكون رسامتك كاهن على كنيسة أمنا العذراء البتول مريم بالمناهرة في بداية الصوم الكبير. يا ربي، أني رجل ضعيف ومسكين ما استحقش. أنت يا ربي خلاص قضيت أن أبقى قدسيس وألبس لبس الكهنوت وأمسك الصليب في يدي ويقولوا لي يا أبوني. أنا يا ربي ما استحقش. أنا يا ربي ما أعرفش لا قراية ولا كتابة، لكن أنا واثق إنك هتديني القوة عشان أقرأ وأكتب
وبنعمتك هتعلم عربي وجبت كمان. ولك الجوه والمجد إلى الأبد. آمين. وتمت رسامة اسكندر الصباغ كاهن على كنيسة العذراء مريم بالمناهل باسم القس إبراهيم، وأرسلوا الأنبا أثناسيوس مطران بني سويف والبهنسة لقضاء الأربعين يوم خلوة في دير الأنبا صمويل المعترف بالقلمون. دلوقتي يا أبونا إبراهيم إحنا هنتعلم لحن جينا يونان، وده لحن جميل جدا موجود في القداس الغرغوري ومعناه ارحمنا يا الله الآب يا ضابط الكل. فأنا أقول حتة صغيرة وانت تقول ورايا. جينا ينان جينا ينان جينا ينان ابنوت بيوت ببنطوك راتور. قول معايا جينا ينان جينا ينان جينا ينان ابنوتي بي بانتو كراتور. ده جميل جدا. الحته التانيه اللي بعد كده جينا ينان جينا ينان جينا ينان ابنوتي بين صوتير. جينا ينان جينا ينان جينا ينان ابنوتي بين صوتير. الحته الاخيره جينا ينان جينا ينان جينا ينان ابنوتو ناينان كريال يصون. جينا ينان جينا ينان جينا ينان ابنوتي او ناينان كريالايسون. حاجه كويسه خالص انت بتتعلم بسرعه، فيك روح الله، انت بركه كبيره يا ابونا ابراهيم. نشكر ربنا نشكر ربنا. اتيت امامك بي قتلت خطيئتي بقبرك اصعدت بكورتي الى السماء اظهرت لي اعلان مجيئك هذا الذي تاتي فيه لتدين الاحياء والاموات وتعطي كل واحد كأعماله. لأنك قلت أنت يا رب ملجئي جعلت العلي مسكنك، لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك، لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك
على الأيدي يحملونك لألا تصدم بحجر رجلك، على الأسد والصل تطأ، الشبل والثعبان تدوس، لأنه تعلق بي أنجيه، أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده، من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي. يا سيدنا دبيه كويس جدا وأتقن اللغة القبطية وتعلم القداسات واستلمها، القداس البسيل والغرغور والكرنسي، بحاجة كويسة خالص. كمان يتعلم اللغة العربية قراية وكتابة. ربنا يبارككم. شكرا يا سيدي. حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا أثناسيوس، أقبل يديكم الطاهرتين وأبلغكم أن أبونا القس إبراهيم جرجس قد أجاد اللغتين القبطية والعربية رئيس الدير. أبونا إبراهيم، أبونا إبراهيم. أهلا أهلا يا أبونا مرقص. أهلا يا أبونا مرقص. بعد هنا يا أبونا إبراهيم، سيدنا رئيس الدير عاوز يشوفك الساعة 3. ولسه بدري على الساعة 3. اقعد اقعد، انا بقالي كتير ما شفتكش. اقعد وحشني خالص. اقعد عشان خاطري يا ابونا. خاطرك فوق راسي يا ابونا ابراهيم. الحياة هنا في دير القديس لمبا صمويل المعترف اكنها حياة في السماء. لكن انت دورك مش هنا يا ابونا ابراهيم، دورك بين الشعب. تصور يا ابوني، تعلمت القراية والكتابة بالعربي والقبطي في 4 شهور بس. اشكرك يا رب. دي اكيد بركة القديس صاحب الدير. سلام الرب عليه، كانوا اجمل 4 شهور في حياتي. كل الكهنة اللي قضوا خلوتهم الروحية هنا بعد الرسامة قالوا كلام زي ده، زي ما كنت اتولدت من جديد. الميلاد التاني ده يا ابونا ابراهيم هو الميلاد الوحيد اللي بيجي بإرادة الانسان. وسيدنا رئيس الدير ما كانش عايزني ليه؟ هو عادته ما يقولش حاجة عن أي حد لأي حد. طب يلا بينا. أنا اطمنت عليك في العربي يا أبونا إبراهيم، وكمان اطمنت عليك في القبطي. نشكر ربنا يا سيدنا. أبونا موسى طمنا عليك في القبطي والألحان، وأبونا لوجا بيشكر جدا في جريتك في العربي بنعمة ربنا. الفضل لربنا وفضل صاحب الدير وفضل نيافتك يا سيدنا وفضل الآباء اللي علموني. من بكرة الفجر هترجع بلدك بعد ما تزور الأنبا أثناسيوس وتسلم لي عليه وتديله الجواب ده ويقراه، نفذ اللي هيقول لك عليه. تحت أمرك يا سيدنا. وبعد استلام أبونا إبراهيم البسيط الخدمة في كنيسة العذراء مريم بالمناهرة، التف حواليه الشعب وحبوه محبة جديدة، وما اقتصرتش محبته على المسيحيين، لكن كانت ليه منزلة خاصة في قلوب الإخوة المسلمين كمان. حبوه علشان طيبته وحنانه وبسطته. وعلشان كده سموه البسيط؟ فعلا سموه البسيط علشان بسطته المتناهية. لكن ازاي انتقل أبونا إبراهيم من كنيسة القديسة مريم العذراء بالمنهرة لكنيسة القديس مريم مرقس ببني صامت، يعني الكنيسة اللي احنا فيها دلوقتي؟ انتوا طبعا عارفين ان أبونا إبراهيم البسيط من بلدنا بني صامت، علشان كده كان دايما بيتمنى انه يبني فيها كنيسة. وهل كان في سبب في اختيار اسم القديس مريم مرقس البشير عشان يبقى اسمه على اسم الكنيسة الجديدة؟ هو انت عايز تعرف كل حاجة مرة واحدة كده؟ بقى تبقى كاروز الديار المصرية كلها وتسيب بلدنا بني صامت من غير كنيسة؟ انا عايزك تعمل لنا كنيسة وعشمي فيك بعد عشمي في الرب يسوع المسيح. ثم ان الرب بعد ما كلمهم ارتفع الى السماء وجلس عن يمين الله، واما هم فخرجوا وكرزوا في كل مكان، والرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالايات التابعه. امين. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. من نهار ما رجعت يا ابونا بالسلامه من مصر وانت
قاعد تقرا في انجيل القديس مرقس؟ الحقيقه يا ام اسرائيل ان الانسان ممكن يحقق اي حاجه بالصلاه وقرايه الانجيل، واني بنعمه ربنا هفضل اطلب القديس ماري مرقس انه يبني لنا كنيسه في بلدنا، واظن دي حاجه مش كتير عليه. ربنا يديك على قد ايمانك يا ابونا، مش تخش تنام عشان قداس الصبح بدري. ايوه صحيح، تصبح على خير. وانت من اهلي يا ابونا. اصحى اصحى. مين مين؟ انا ماري مرقس الرسول. انا ماري مرقس الرسول اللي ناديته. قوم قيس بالقصبة من بيت المعلم بطرس لبيت المعلم بولس 70 قصبة طول، ومن بيت المعلم تدرس لبيت المعلم جرجس 30 قصبة، ودي هتكون كنيستي في بني صامت. سلام الرب عليك يا قديس الله يا ماري مرقس. المقاس بالظبط. صباح الخير يا ابونا. صباح الخير يا توما يا ولدي. انت بتعمل ايه يا ابونا؟ بقيس مساحه الارض اللي حلمنا عنيها كنيسه كاروس الديار المصريه القديس ماري مرقس. ايوه لكن دي كلها بيوت من الكنائس، ما هياش ارض فاضيه يعني. مفيش حاجه يا توما توقف قدام اراده ربنا. ونعم بالله يا ابونا، لكن ربنا عرفوه بالعجل. خلي العقل لبتوع العقل يا توما، ربنا عرفوه بالروح. صباح الخير يا ابونا. صباح الخير يا دمياني. قدسك بتقيس البيت يا ابونا؟ ايوه يا بنتي. قدسك عارف ان بوي وقف البيت ده من اكتر من 10 سنين عشان يبقى كنيسة للرب؟ معرفش الحكاية دي يا بنتي. امال بتقيس البيت ليه يا ابونا؟ القديس ماري مرقس امرنا نبني له كنيسه على اسمه في الحته دي. لكن مساحه البيت ده يا ابونا صغير وما تنفعش كنيسه واصل. اللي ادانا البيت ده هيدينا البيوت اللي جنبه. ايه ازاي بس؟ ما تقولش ازاي يا توم، الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. طيب اذا كانت البيوت دي ما هياش واقفه على الكنيسه، يبقى هنشتريه ولاد ربنا كتار. واني مستعده يا ابونا اروح لكل ستات البلد واقول لهم على المشروع المقدس ده، وكل واحده تدفع لربنا يقدرها عليه. ربنا يباركك يا بنت. وانا يا ابونا ماليش نصيب في البركه دي ولا ايه؟ ما تقولش كده يا تومن، بركه ربنا اوسع من الدنيا كلها. الحصاد كتير لكن الفعل ايه قليلون. باركنا يا ابونا. مجدا واكراما اكراما ومجدا للثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. لما أمرنا يا أحبائي كروز الديار المصرية حبيبنا عشان نبني كنيسة في بني صامت بلدنا، يبقى معناته إيه دي؟ معناته إنه يحط إيده المبروكة معانا ويذلل كل المشاكل ويحل كل العجبات. وأني بنعمة ربنا أروح كل حتة وجمع التبرعات، وانتوا برضو يا حبايبي كل واحد يحط شوية من فلوسه في بنك السماء. بنك السماء ده احسن بكتير قوي من بنوك الارض كلها. فوائد بنك السماء
يسترك في الدنيا ويربحك في الآخر. صيام جاي كل سنة وانتم طيبين، واللي ما تصوموش الكنيسة يصوموا الدكتور، واللي ما يجيش الكنيسة على رجليه يجي يوم يجيها على ظهره، وساعتها هيبقى فات الأوان والدينونة اتكتبت خلاص. ربنا يكون معاكم يقويكم ويفرح قلوبكم، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. بقول لكم يا اولاد، ما تقوموا نصلي عشان ربنا يبارك لنا مشروعنا المقدس ده. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ولم يتوان ابونا ابراهيم البسيط في السعي لبناء الكنيسه اللي حدد له مكانها ورسمها له القديس العظيم ماري مرقس الرسول، وخد على عاتقه الذهاب لكل مكان لجمع التبرعات بدون كلل ولا ملل. ربنا بيقول رابح النفوس حكيم، واللي يقدر يجيب نفس للمسيح ربنا ما ينسهوش واصل. وعشان نجيب نفس للكنيسة لازم نبنيها الأول، يبقى لازم نساعد في بنى الكنيسة والرب يبارك. نعيما يا ابونا. نعم الله عليك يا ولدي. لا 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 لا، بتعمل ايه؟ خليها عندنا المره دي. شكرا يا ولدي. الا وحضرتك جايه يعني في الزياره؟ لان اول مره يعني تشرف المحل. لا زياره ولا حاجه، انا بنعمه ربنا بجمع فلوس لكنيسه بلدنا، وان شاء الله تكون العمليه ماشيه كويس. الحمد لله ربنا وفقني وجمعت يجي 300 جنيه في اسبوع واحد. يا 300 جنيه دي ثروه لوحدها. اقول لك الحق، اوعى تقول الكلام ده لحد، ولا ده حرام كتير، ولو حد عرف ان انت معاك المبلغ ده مش هيعتقوك. ربنا هو اللي بيحافظ يا ولدي، دي فلوسه مش فلوسي. لا ده يبقى انت تيجي تبيت عندي وبكره تروح مشاويرك. انت لو نزلت في لوكاندا ومعاك المبلغ ده ممكن تصحى من النوم ما تلاقيهوش. معلش يا ولدي مش قادر اتقل عليكم، الانسان برضك مهما كان تقيل. هي كلها ليله لا راحت ولا جات، ويا سيدي لو قعدت اكتر من كده نبقى ناخد منك اجره. انت يا ولدي كلك كرم، ده حتى اجره الحلاقه مش عايز تاخدها. مش كفايه هناخد بركتك. البركه بركه ربنا يا ولدي. يا رب جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح ومحب للبشر. وانعم علينا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق، وارسل لنا ملاك السلامة ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو. على هذا البيت صليب وسور من حديد، بركة الشهداء والقديسين ورئيس الملائكة مخيل. آمين. حسن أبونا ما يصحى الصبح عشان أتأسف له ويسبح لي.
صباح الخير يا ولدي. ايه انت نمت هنا ولا ايه؟ ايه مالك عينك حمرا ليه؟ سامحني يا ابونا سامحني. ايه يا ولدي مالك؟ لا انا ما اقدرش اسيبك وانت كده، ده انت اكرمتني ووفرت عليا ثمن البياتي. انا هعترف لك يا ابونا هعترف. هتعترف؟ طب اقعد بقى. امبارح انا روحت مراتي والعيال عند امها. كتر خيرك يا ولد عشان تفضلي اوضه النوم، مفيش كرب اكتر من كده. لا عشان الجو يخلاني واخد ال 300 جنيه اللي معاك. بس اني لقيت الفلوس زي ما هي النهارده الصبح. ما انا ما جيتش ناحيتها. وايه اللي منعاك؟ امبارح بالليل دخلت الاوضه على طراطيف صوابع رجلي، لقيتك نايم في سلام عميق لسه بتحرك ناحيه الفلوس عشان اسرقها. فجاه لقيت نور اخضر عجيب ملا الاوضه، وشفت اربع سجن واقفين على اركان السرير الاربعه. انا ملكت الرعب ورجعت بظهري من غير ما احس. لقيت نفسي بره الاوضه وبقفل الباب. بصيت لقوم الباب لقيت النور طلع والعساكر بيشرق. سامحني يا ابويا سامحني. مش قلت لك يا ابني الفلوس دي مش بتاعتي وصاحبها قادر على حمايتها؟ انا قلت كلام لا يودي ولا يجيب. ودلوقتي ايه قولك بقى؟ تبت يا ابونا تبت. مفيش اوسع من رحمة ربنا يا ولدي. ما تخليش الشيطان يلعب بدماغك. وادي دماغك علي يا مارس. بقولك ايه، هو احنا هنسيب ابونا نايم كده على الدكه ولا ايه؟ قلبك مش هيطوعك عشان يصحي يا راجل، سيبه نايم. ايه بس ده جالي الليله حتما ولازما يبات في بني مزار. الدنيا مست والصباح رباح وسيبه نايم يريح. انت رايك كده؟ ايوه. طب اسكتي اسكتي. صحيت يا ابويا؟ على مهلك يا ابوي يدك. يا غطاس الوقت سرقني. اه؟ لازم اكون في بني مزار دلوقتي. كيف يا ابوي؟ ده الليل دخل ومفيش اي ترومبرات على الزراعية. ايه اكبنك يا ابويا. نمت على الدكة بره ومرضيتش تنام جوه عشان تسمع صوت اي ترومبيل معدي. بس يا ابويا مفيش غير ترومبيل الولا عبد المتجلي من بني مزار هو اللي بيروح. وبعدين يا ابويا ده زمانه نام من بدري، اصله بيصحى من النجمة. يا ابونا ما لحقناش ناخد بركتك، وزي ما بيقول غطاس مش هتلاقي ترومبيلات. السيد المسيح هيبعت ترومبيل دلوقتي. تصبحوا على خير، ربنا معاكم. ايه على فين يا ابويا؟ ما انا لازم وحتما اوصلك. توصلني فين يا غطاس؟ خليك في بيتك. بقول لك يا غطاس وصل ابونا. وده كلام برضيك يا مرسى تقوليه؟ ما انا لازم وحتما انا اوصل ابونا، يا اما يلاقي ترومبيل يرجع ويبات حدانا. يا ابني قلت لك السيد المسيح هيبعت ترومبيل دلوقتي. اهو قلت لك السيد المسيح هيبعت ترومبيل دلوقتي. اتكل على الله وسلم امرك لربنا يبعت لك كل حاجه. ربنا استجاب لك يا ابويا. انت يا فوار يا اسطي. انت يا فوار يا اسطي. يا فوار يا اسطي. وقف يا اسطي. انت يا فوار يا اسطي. انت يا فوار. اهو الترمبيل عطل عشان ما بقولش لابونا. سامحني يا ابونا. اسامحك عليا يا ولدي. انا غلطت في حقك. انا لما شفتك قلت مش هقف لك، وبعدين لقيت العربية وقفت لوحدها. أنا بقالي أكتر من 10 سنين سواق، عمر ما شفت العربية تقف كده لوحدها، إما تقطع أو تزرجن وبعدين تقف. دي كانت ماشية زي الفل، عمرها ما عملتها. خلاص روح شغلها يا ابني وامشي، ربنا يكفيك شر طريقك. مش همشي يا ابونا إلا لما تباركني وتبارك العربية وتركب فيها ووصلك الحتة اللي انت رايحها. بس كده يا ابني هتعبك معاي. تفضل يا ابونا تفضل. طيب يا اولاد دايما عامر ومتشكرين. اذكرنا في صلاتك يا ابويا. سلام يا غطاس. سلام يا ابويا. يلا يا ولد اذكرنا في صلواتك يا ابويا. ربنا معاك. مع السلامه يا ابويا. اذكرنا في صلاتك. Thank you.
فليتمجد اسم الرب. قام يا بونا ما تنساناش، دورنا في صلاتك. فين يا بونا؟ مفيش معديات النهارده، مفيش ريح والميه هاديه على الاخر، واللي عايز يعدي عشان يروح مفيش غير انه يستنيه لما الريح تشد وهو حظه. أجلي ألجمت البحر، جيت منين يا بونا؟ من هنا. من هنا ازاي يا بونا؟ انا لا شايف مراكب ولا معديات. الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله.